طيب قال هل صحيح أن الأموات يتواصلون مع بعضهم ويعلمون حتى أسرار أهلهم؟ وأن دي كلها خرافات تاعت حبوبات ساكت، فهمت؟ ودي أصلوا لها الصوفية، يقول لك الشيخ بيمرق من القبر زي ما كان جابوا في جريدة الدار كأكبر جريدة لنقل الخرافة، متخصصة في نقل الخرافة. يقول لك غنمايا بما يطرف تلد تيسين توأم، في غنمايا ولدت لها بقرة ما بتصلب تلد تيس، فهمت؟ لكن عشان يجذبوك عشان تقرأ عشان بعدك يكتبوا لك الاحتفال بأن جريدة الدار الأكثر مبيعات في السودان، يشترون بآيات الله وعهده ثمنا قليلا. القبة بتاعت عبد المحمود نور الدايم تعطابت ده، قالوا قبل فترة قبره طلع موية جابوها لك، وهذه الموية فيها بركة وأحد أولياء الله الصالحين. يا زول أنت في الجزيرة بتطلع موية؟ طلع لنا بترول، طلع لبن، طلع باسطة، طلع حاجة ظريفة تطلع لي موية. بعدين يمكن تكون عصرت تحت تطلع موية مالك، فهمت؟ نحن مالنا ومالك. فده كله باطل. في كتاب أزاهير الرياض لعله قاعد، قال ومن كرامات الشيخ، من كرامات الشيخ قال أنه لما دخل سنار أحمد الطيب البشير السماني مؤسس الطريقة السمانية التي ينتمي إليها البرعي وعبد المحمود نور الدايم الخليفته الآن الجيلي تعطابط، زول كبير جدا، فهمت؟ وغيره من السمانية في داخل وخارج السودان، قال لما خش سنار قالوا له يا شيخ نحن دارين ناخذ منك الطريق، ولو مسكت الطريق ده انت خالفت طريق النبي عليه الصلاة والسلام. والله بالأدلة يا اخوان، كلام ما كواريك ولا عضلات ولا رجالة ولا كده، عندك آية وحديث مش ده تخش الجنة؟ زول بخش الجنة بغير الآية والحديث ده. قال لما خش سنار سألوه قال له دارين نخش في الطريقة، وقال له عشان نخش في طريقتك دي لازم يكون انت ولي وصالح وعندك كرامات. ودي أخواننا مشكلة الناس الآن، يقول لك أنت لو ما عندك كرامة تطير في الهواء، فهمت؟ أو تقلب التمساح حجر أو غيرها من الكرامات اللي بينجروها الصوفية، يقول لك ده ما ولي نجيط، احنا دارين ولي نجيط، فهمت؟ يكون ولي صعب، يقول لك ها. عشان كده الآن في المحاكم السودانية الواحد تلقاه سرق حاجة يقول له يا زول تعال احلف بالله، يقول لك يا زول مصحف الحكومة ده دقه ساي ما بيديك حاجة، يقول لك اللي راقد ما بيديك اي شيء، شوف الشغل ده كيف. تقول له تعال احلف بوت حسونه، يقول لك اوه ده صعب. صعب كيف؟ يقول لك ده انا ما بحلف بوت، ده ببين فوقي طوالي. عقائد خربانه. وبعد مرات تلقاهم طلبه جامعيين، طالب جامعي تلقاه شايل القلم، يقول لك ابويا الشيخ طبعا عندنا الامتحان بتاع الكالكولوس ده بالله يعذب لي في القلم، ها ولا يغزه في القبر، انا ما اعرف داري قوي الشبكه ولا شنو، فهمت؟ ابويا الشيخ عازم لي فوقه، والله الامتحان ده لو جيت انت وابوك الشيخ ما تحله، انت بليد يا ود الناس. اقرا وخش الشوم ولا اي مرجع من المراجع، اقرا وحل مسائل والامتحانات اللي قبليك كده بتنجح، لكن تقعد تباري لي فكيا وانت طيب الفكي ما كان يمتحن معك، انت ممتحن براك مالك. عشان كده الفكيا ديل بيستغلوا المصايب دي، فهمت؟ وخاصه اذا كانت امراه زول لو بيقى خايب ودى اخته للشيخ مثلا بتقرا طالبه زي ما في الديوان هناك بالغرب، واحده مشت للشيخ عشان يعزم لها في القلم، الشيخ خدرها. زمان الشيوخ بتاع زمان ناس انه يرسلك ويقول لك بالله مش داير اعزم لك، هاي شيل البلحتين ديل، واحده بالله في النشاشيبه والثانيه هناك في الاعداديه، تجي راجع تلقى ابوك الشيخ خلاص ضيعك، ضيع عرضك، والله الذي لا اله غيره، فهمت؟ دير ده موضوع بدري، لكن هسه الشيخ بيقول ذاته عندهم نظام جديد، الشيخ بيقوم يخدر البيت جابها في الجراي واهل عملوا مشاكل وبتاع، انت اللي بوديك لهوا زي ده شنو. الميم الشاهد من الكلام قال لما خشت النار قالوا له ورينا كرام، قال لهم دارين شنو كرامات؟ قال لهم عندنا راقده الصوفيه دي، اي كرامه بتلقى والله اي شيء، يقول لك اي حاجه عند قول للشيء كن فيكون، عندنا يقول لك الاولياء بتاعنا بيقولوا للشيء كن فيكون. قام قالوا له دايرينك تحيي لنا ميت، زول ميت تحييه، ودي اخواننا عقيده كفريه وباطله ما اعتقد حتى ابو جهل، والله ابو جهل لو سمع كلام البرعي يقول له انت بليد، لانه دي ما عقيده بيعتقدها بني ادم. ربنا سبحانه وتعالى في سوره ياسين دي بيقروها ناس سنه تامنه، ربنا قال الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم شنو؟ ها؟ ما لا يرجعون، بيرجع ثاني؟ ما بيرجع. ده قال
قال لهم دارين ميت هاي، قال لهم اختاروا القبر عشان ما تقولوا اتفقت معاه ودفنته بالليل ومركت له حاجه يتنفس بها وكده، جاي وشغلتكم. قال له بس القبر ده، قال لهم القبر ده هاي بعد ذاك بتقتنعوا هاي. قال ضرب القبر كده اترفع وكان رجلا، فقال الخيامه قامت، جهجه المسكين الراقد ده. قال لهم القيامه قامت، والله دي الكرامات بتاعت الصوفيه، كتاب زهير الرياض، فهمت؟ قالوا له لسه ما قامت، لكن بس كان عندنا تحدي مع الشيخ، خلاص ارجع. وانا لقيت طريق امرق من ودن لحد برجع، والله كان رجعت الا اجور معايا الشيخ. انت بتلعب ولا شنو؟ ده شرك بالله. هذا لا ذا الكتاب بتاع البرعي، هذا له الكرامه اللي قال لك صفحه 41 و43 فهمت؟ قال له سلم يا ولد، ده القلب البت ولد، شاف بيت عديل بيت، قام قلب لي ولد. يا اخواننا بيصدقوا كلام زي ده؟ اسئله لو في واحد كافر دار يخش الاسلام، يخش الاسلام بهذه الدعوه؟ ده كفر بالله. ونحن الكلام اللي بنتكلم عنه ده، ده ما كان ابو جهل عنده فيه مشكله. ربنا قال ولئن سالتهم، يعني يا رسول الله لو سالت المشركين من خلقهم؟ تقول خلقكم منه؟ ليقولن الله. هنا قال نمرة 16، له سلم يا ولد، ده القلب البيت ولد. أورد هذه الكرامة صاحب الأزاهرة اللي هو عبد المحمود نور الدايم، إلا أنه نسبها إلى الشيخ يعقوب بن أحمد الصليحابي تلميذ أحمد الطيب. لو بقى تلميذ ولا شيخ ولا حوار، ده هو ده كلهم عطالة ساكت. قال كان للشيخ يعقوب رضي الله عنه تلميذ حوار يعني، وله 6 بنات، فشكى له يوما عدم الولد الذكر. وإنت لو ما عندك ولد تشكر منه يا أخواننا؟ اشكر يا الله. ربنا سبحانه وتعالى قال كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. زكريا ده نبي من الأنبياء، وهو بلغ في الصلاح غايته إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي، شوف شكى يا الله، قال ربي إني وهن العظم مني، يا الله أنا بقيت كبير وعظمي ضعف، واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ويا الله ما حصل دعيتك وانت خيبتني. شوف الكلام ده نجيد كيف، شوف الكلام ده نجيد كيف، ها؟ قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. يا الله، مرتي دي ما ابتلت، ودي مرت نبي، دي مرت نبي ما ابتلت. الليلة الواحد عريس في كثير من 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 قرانا هنا في السودان، في الجزيرة، في كردفان، في دارفور، في الشمالية، في الشرق، في غيره. واحد تلقاه عريس قبل ما يخش على المرأة بتاعته يقول لك احنا سايقينها زيارة. يا زلمة عرفنا قولة خير، وعرفنا الخطوبة، وعرفنا الحنة الحرام، وعرفنا الشيلة، وعرفنا الهوس ده كله، والحفلة الغلط، ده كله عرفناه. الزيارة دي شنو؟ يقول لك طبعا ماشي للشيخ عشان يبريك لي. والله انت العرس ليك يا عفين. عليك الله، ده ما خايب؟ انت يا زول انت بليد ولا شنو؟ انت ما شاد حيلك؟ ابوك الشيخ يبرك لك مرة؟ اسيدي دار لا شيخ، امشي سوق مدني في 700 شماس يبركوا لك، وقت انت ما شاد حيلك؟ والله الذي لا اله غيره، والله لو ما شاد حيلك تلقى 700 بتاع ورنيش ممكن يورنيش لك بعد ما يبريك ذاته، فهمت يا كلب؟ عقائد وسخة جدا. يقول لك لا، انت بتشك في ابويا الشيخ؟ بشك فيك انت، ابوك الشيخ انا عارفه، انت الشاكي فيه، انت ما شاد حيلك، تمشي للشيوخ، فهمت؟ يودي للشيخ. زكريا عليه السلام دعا الله، فهمت؟ قال ربي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال يا الله اديني ولد واجعله صالح، ما تبقي شعبي ولا شيوعي ولا مستقل ولا بعثي ولا كوز ولا سجم رماد. الله دايره ولد رضي، فهمت؟ دعوة مجيها. ربنا قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. زول اسمه يحيى قبل يحيى ابن زكريا ماف. ربنا لما يديك بديك مجية، لكن تمشي لفقرة ها؟ واحد يقول لك يا بقبة اللبنية اكتب لي حجاب من راسي لكرعية. يا زول ده حجاب ولا برول ده؟ يا أخي انت يا أخواننا الشريك ده ذاته شريك عجيب ذاته. يا زول تنادي لك زول زيك؟ وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.